ولد لو بنية من أكثر الأسئلة اللي تتبادر لذهن أي زوجين يخططوا للبدء بحمل، وحتى ينسألوا عنها من قبل أقاربهم أو من قبل عائلتهم من الدرجة الأولى. يا ترى شو الأسباب اللي تدعو إلى أن يكون نسبة الذكور أعلى من الإناث في عائلة معينة والعكس صحيح في عائلة أخرى؟ وهل بمجرد تخطيط الرجل لزواج آخر ممكن تعزز فرصته في إنجاب إناث أو ذكور حسب رغبته اللي مثلا ممكن يكون محروم منها من زوجته الأولى؟ حتى نتحدث حتى عن طرق تحديد وفصل الجنين بطرق علمية مبتكرة، ينضم لنا الدكتور أيمن الخيري مستشار أول جراحة النسائية والتوليد والمساعدة على الإنجاب بأطفال الأنابيب. حياك الله دكتور أيمن. أهلا أياد، مرحبا فيكم وشرفتونا وشكرا على الاستضافة. دكتور أيمن، وأنت من رواد أطفال الأنابيب، وقبل أن نتحدث عن تحديد جنس الجنين بطرق علمية مبتكرة دعنا نتحدث عنها بالطرق الموروثة. ما هي الأسباب التي تدعو إلى أن يكون مثلا فعلا الذكور في عائلة معينة أكثر من الإناث والعكس صحيح؟ هل هو الرجل أم المرأة اللي مسؤولين عن هذا الموضوع؟ هلأ إحنا ما نقدرش نحط اللوم على الزوج أو الزوجة. نعم، الزوجين مشتركين في نفس الموضوع، الزوج والزوجة ممكن يعطوا إناث، ممكن يعطوا ذكور، ممكن يعطوا أحيانا إناثا وأحيانا ذكور. كثير بيجينا ناس في بداية زواجهم، دكتور أنا بدي أحدد جنس المولود، أنا بدي أجيب ذكور في البداية. نعم صحيح. طبعا في هيك حالات أنت عارفة والكل عارف إنه أخلاق المهنة لا بالضبط. لا تسمح بمساعدة هؤلاء الأزواج. صحيح. لندع الخلق للخالق، خليهم أول سنة سنتين يجربوا حالهم، شو ما يجيبوا. لنفترض إنه الزوجين جابوا ثلاث أولاد. نعم. واجع بالهم بدهم بنت. في هاي الحالة ممكن نساعدهم، أو العكس صحيح، جابوا ثلاث بنات وبدهم ولد، ممكن نساعدهم بهالطريقة. أنا الآن راح أسألك أسئلة تتعلق بأبحاث علمية درست هذا الموضوع. يقال بأن لما يكون في العائلة ذكور كثيرة مثلا، يكون مثلا ثلاث ذكور، نسبة الطفل الرابع أن يكون ذكر أعلى، والعكس صحيح. إذا كان الرجل لديه أخوات إناث أكثر فنسبة إنجابه للإناث ستكون أعلى، لكن هذا الحكي لا ينطبق على الزوجة. الرجل مثلا يكون هو المسؤول الأكبر عن أنه يكون جنس الجنين ذكر أو أنثى. ما مدى صحة هذه الأبحاث دكتور؟ الرجل لوحده ما بيقدر يحدد جنس المولود، لكنه يلعب دور أكبر. بيلعب دور أكبر دكتور ولا أقل؟ نسبيا يعني تقريبا أكبر إشي بسيط. ولكن المرأة إلها دور مهم في تحديد جنس المولود. نعم. لنفترض انه زوج ست وجابوا ثلاث بنات، حكى انا بديش اعمل طفل انبوب، بدي اجرب حظي مع ست اخرى. وهذا وارد ودائما بيصير. وبصير احيانا ممكن يجي له الجنس المرغوب فيه، مش عشان غير الزوجة. مش عشان تغيير الزوجة. نعم. لأنه كان حظه نفس الشيء، لو استمر مع الزوجة الأولى كان يعني بمحض الصدفة. بمحض الصدفة. نسمع كثير كنا في العادات الموروثة والقديمة بأن لما كانوا يروحوا يختاروا المرأة للزواج أو الفتاة للزواج، يقول لك هاي أمها مثلا ما تجيب إلا ذكور، فنسبة إنها تجيب ذكور لابنها رح تكون عالية. يعني الحكي مش علمي. إحنا اليوم بدنا نتناول الحديث الشعبي الواردة حول هذا الموضوع. بمحض الصدفة، ولكن هذا كلام ليس علمي. يعني ممكن تكون أخت تنجب ذكور وأختها الثانية تنجب إناث بشكل بحتي. صحيح مزبوط. طيب دكتور، الطرق التي لا تستند على أسس علمية مثل الجدول الصيني، أطعمة وأغذية معينة، الكربونة وغيرها من الطرق حتى تحديد وقت الجماع، ممكن يلعب دور في أنه أنا أحدد جنس الجنين؟ في أزواج كثير بيجون عشان تحديد جنس الجنين، في أزواج ما بيقدروش يدفعوا ثمن المحاولات المكلفة. نعم. هناك طرق طبيعية ولكن نسبة نجاحها لا تتعدى نسبة طبيعية، قد تزيد إشي بسيط. مثلا نعم. زي ما تفضلت حضرتك اللي هو الجدول الصيني. نعم. استعمال الكربونات، تحديد موعد الجماعة. نعم. تحديد كيفية الجماعة. كل الطرق اللي مورست بهالوضع هذا كانت نتيجتها مش عالية. لذلك ممكن تنجح مع امرأة معينة لكن مع أربعة ما تنجح. صحيح، كلام صحيح 100%. إذن هنا إلى من نلجأ؟
نلجأ للطبيب إذا كنا فعلا بحاجة إلى إحنا نجيب ذكر أو أنثى بحاجة ملحة. في طريقتين. هو دكتور في أسباب ثقافية شخصية اجتماعية. دينية صحيح. اجتماعية وطبية، يعني ممكن عندهم يكون مرض معين ينتقل عن طريق الذكور صحيح. لذلك يجي يقول لك دكتور أنا ما بدي ذكور بدي إناث. صحيح. شو تسوي؟ شو التصرف الطبي في هذا؟ واجب على الفريق الطبي مساعدة هؤلاء الأزواج. نعم. في طريقتين. الطريقة نبدأ بالأولى. نبدأ بالأولى اللي هي مش مضمونة. نعم. نسبة نجاحها مش عالية. ما بنقدر نكشف فيها أمراض وراثية، اللي هي طريقة الحقن داخل الرحم بتحديد جنس المولود. غربلة. بالضبط. لكنها مناسبة أكثر للزوجين اللي ما بدهم يسووا أطفال. أنا 100% كلام صحيح، ولكن إحنا بنحكي لهم إنه هي الطريقة غير مضمونة، نسبة نجاح الحمل فيها مش عالية، وكذلك عند حدوث الحمل ما بعطينا نسبة أكيدة مؤكدة إنه للجنس المرغوب فيه. كإجراءات أخف من إجراءات أطفال الأنابيب وأقل تكلفة. أقل تكلفة. نروح لطفل الأنبوب الآن. بس بدي أروه دكتور، قبل ما نقول إن هي أقل تكلفة ممكن نلجأ لها أكثر من مرة، فبالتالي رح ندفع أكثر من لما ندفع بأطفال الأنابيب الأكثر موثوقية وثقة في النتائج. كلامك سليم 100%، ندفع أكثر إذا عملنا أكثر من محاولة. نعم. ونتائج غير مضمونة. نتائج غير مضمونة، وأنا ما بشجع عليها إلا للأزواج اللي ما بدهم يفوتوا في محاولة أطفال الأنابيب واختيار جنس المولود. نعم. المحاولة أو الطريقة الثانية اللي هي أكيدة بتحديد جنس المولود اللي هي عن طريق طفل الأنبوب. نعم. نبدأ أول شيء بالزيارة الأولى اللي هي أخذ السيرة المرضية. إيش في عندهم أمراض في العائلة؟ هل جابوا أولاد عندهم أمراض معينة ولا لا؟ أم بدهم يخشوا المحاولة عشان بس يختاروا جنس المولود؟ إحنا بدنا ولد. نعم. ما بدنا نشوف لا أمراض ولا نشوف إيش عندنا أمراض ولا أي شيء. نعمل السيرة المرضية، نفحص الزوج والزوجة بطريقة صحيحة وكاملة وشاملة. فحص كيف يكون؟ فحص سريري. نعم. ثم فحص مخبري. الزوجة بتخضر على فحص مخبري زي هرمونات، الزوج فحص سائل منوي. نعم. نبتدأ في العلاج بالنسبة للزوجة من أول يوم الدورة، في عدة بروتوكولات. بنحرض الإباضة، البيضات بتوصل لحجم معين، نعطي إبرة إسقاط البيضة أو بسموها في العامية إبرة التفجير. نعم. لازم تفجير دكتور ولا ممكن نستعيط عنها؟ لا، هي الإبرة هذه لازم تنعمل، ولكن طبعا إذا ست عندها مثلا تهيج في المبيض أو فرط إباضة. نعم. نستعمل أشياء إبر أخرى طبعا. نعم. نستثني إبرة اللي هي الاسيجي بسموها، اللي هي اللي بتعمل تحريض إباضة أو إسقاط بويضة أو تهيج مبيض شديد. نعم. نلجأ للنوع الثاني من الإبر. هناك طرق كثيرة في موضوع تحريض الإباضة وإسقاط البويضة، في الطريقة القصيرة والطريقة، زملائنا الأطباء بيعرفوا الأمور هذه. لما البويضة توصل للحجم المطلوب نعطي إبرة الإسقاط. نعم. بعد تقريبا 36 ساعة بنسحب البويضات، بنلقحهم في الحيوانات المنوية للذكر للزوج. نعم. تتكون الأجنة. في اليوم الثالث أو الرابع بكون في عدة انقسامات للخلايا. نعم. نأخذ خلية واحدة ما بتأثر على الجنين، بندرس الجنين هذا هل هو ذكر أو أنثى. خلال فترة الدراسة دكتور تلجأ إلى تجميد البويضات للحفاظ عليها؟ لا لا، بتكون في 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 حاضنات معينة، ثلاث أربع أيام خمس أيام ما بأثر على على الأجنة، ما بتتجمد. بندرس هل هم ذكور أو إناث، وإذا كان في أمراض وراثية في العائلة تندرس برضو الأمراض عظيم. الوراثية. أنا هذا الفحص الجيني مو بس رح يحدد لنا جنس الجنين أو يساعدنا على اختياره. صحيح. إنما أيضا رح يكشف لنا عن وجود أو عدم وجود أمراض وراثية منقولة. صحيح. كلام سليم. تشوف الجنين وضعه جيد، بنرجعه لرحم الأم. وإذا كان في فرط إباضة عند الزوجة بنجمد الأجنة لدورات لاحقة وإرجاعها في دورات لاحقة. فكرة عظيمة. نعم. بعد هيك دكتور؟ بعد هيك نستنى 10 أيام و 12 يوم أسبوعين نعمل فحص الحمل، وإذا كان النتيجة إيجابية بنبارك للزوجة. يقال بأن لما نيجي نحدد جنس الجنين عن طريق أطفال الأنابيب، إذا احتاج أو طلب الزوجين بأن يكون جنس جنينهم ذكر يكون نسبته أقل كنجاح من نسبة إنه يكون أنثى، هاي المعلومة صحيحة دكتور؟ لا 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 طبعاً. قديش نسبة نجاحها في تحديد جنس الجنين؟
نسبة النجاح في تحديد جنس الجنين توصل 99.9 انه يكون الجنس هو المطلوب صح. نعم. اما نرجع لنسبة الحمل بتكون توصل للنسبة العالمية بين 40 و60%، حدوث الحمل نفسه. واذا كانوا مثلا بدهم توأم ذكور؟ التوأم عادة هلا معظم الناس في الطب الحديث ما بيرجعوا يتجنبوها، ما بيرجعوا اكثر من واحد او اثنين على اقصى تقدير. نعم. من زمان كانوا الناس لما يرجعوا 3 و4 و6 تحمل في 3 و4 يعملوا ويوزعوا كنافة ولكن هذا الكلام كله غلط. 1 ماكسيمم 2 بيقدر يرجع، اكثر من هيك صعب على الام، صعب على الزوج، صعب على العائله واحتماليات العائله. في بحث جديد كشف عن انه الحمل باناث يكون في المراحل المبكره اكثر عرضه للاجهاض، والحمل بذكور في المراحل المتاخره من الحمل يكون اكثر عرضه للولاده باجنه ميته. انا ما سمعتش في الدراسه هاي، وهذا كلام مش مستند. لم تلحظوا انتم كاطباء؟ لا لا لا، مش مستند على دراسات علميه. نعم. الإجهاضات ما لهاش علاقة إنه قد يكون ذكر أو قد تكون أنثى، يعتمد هل الجنين اللي تكون هل في عنده أمراض وراثية بتسبب الإجهاضات أو لا. يعني الأمراض الوراثية هي اللي بتعمل الإجهاضات سواء كانت للذكور أو الإناث. هل ممكن دكتور إنه نفصل حيوانات المنوية لكروموسوم الأنثوي غير على كروموسوم الذكري؟ في السائل منها بتقصدي؟ نعم. هذه الطريقة اللي بنستعملها في الحقن الداخلي. نعم. وليش نسبة الحقن الداخلي مش مرتفعة؟ لأنه عند الفصل الحماية المنوية الذكرية عن الأنثوية إلا يصير خطأ ينزل الحيوان المرغوب فيه في الجزء الغير مرغوب فيه. نعم. وعشان هيك بتكون النتيجة مش يقلل من نسب نجاحها. دكتور اسمح لي أنهي حديثي معك لكن بتوصية طبية منك للنساء والرجال، الأزواج اللي قاعدين يشوفوا عوافي اليوم بالنسبة لتحديد جنس الجنين قبل اللجوء إلى طبيب، هل من توصيات معينة؟ بتمنى على الأزواج اللي بتزوجوا جديد يقبلوا في كل ما كتب الله سواء كان ذكور أو إناث، وما يلجأوا للأمور هاي إلا عند الضرورة الملحة سواء كان ضرورة اجتماعية أو ضرورة طبية. إذا كان في أمراض وراثية معينة نستثني الجنس اللي فيه الأمراض هذه. لكن لا يوجد طرق تقليدية ممكن تساعدنا؟ أكيد لا، مش مضمونة ولا أي طريقة مضمونة في الطرق التقليدية. أنا شاكرة لك دكتور أيمن خيري، مستشار أول جراحة نسائية وتوليد والمساعد على الإنجاب بأطفال الأنابيب، على المعلومات اللي قدمتها اليوم فيما يتعلق بتحديد جنس الجنين. شكرا لكم، أهلا وسهلا فيكم. شكرا.